الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. اهلا بكم في قناة تفسير احلامك مع نور. من فضلك اعمل اشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. مش تنسوا تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة. ان شاء الله تواصل من خلال صفحتنا على الفيسبوك، سايبه لكم الرابط في صندوق الوصف وكمان في التعليقات او على المنتدى. ان شاء الله يعني التواصل من خلالهم والرد هيكون باسرع ما يمكن ان شاء الله. النهارده معانا موضوع مهم جدا، وهو كيف تعرف انك زوهري. طبعا كلنا ما بنعرفش يعني ايه زوهري او روحاني. زوهري او روحاني هو الشخص اللي بتبقى يعني درجة الشفافية عنده عالية جدا، يعني احلامه بتتحقق، الرؤى عنده بتكون بشكل صحيح. طبعا بيبقى فيه بعض الاشياء دي بيختص بالله عز وجل، يعني ناس معينة بيبقى عندهم الشفافية عالية جدا، واحنا بنسميها بالدرجة كده يعني الحاسة السادسة. طبعا الرموز اللي بتبقى في الاحلام بتاعتهم بتبقى يعني عبارة عن طيور، زي مثلا الصقر، لان يعني لو حد فينا شاف الصقر فبيبقى عنده يعني حاسة قوية جدا. طبعا من الحواس المهمة جدا في الانسان الزوهري انه بيكون كاشف الشخص اللي قدامه، يعني اول ما يجي شخص كده قدامنا وبيتكلم بنعرف اذا كان كذاب او صادق. بتحسي احساس، وده بيحصل لناس كتير لما بيشوفوا حد لاول مره، يا بيرتاحوا له يا مش بيرتاحوا له، فبتبقى درجه الشفافيه عندهم جدا. في حاجه مهمه جدا في اخر الفيديو عايزه اقولها، من فضلكم اللي عنده الحاسه دي او ربنا عطيله الحاسه دي ما يبتديش يتكلم عنها، ما يبتديش يقول عنها، لانها بالكلام عنها بتروح منه وبيفقدها. فلو هو حابب يحافظ عليها او يحافظ على الحاجة دي تبقى سر كده بينه وبين ربنا، وما يحاولش يستخدم المنحة دي. اتمنى الموضوع يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.